ناخد الت ألف كانت ألف ها استماع، الب كانت الت تشجيع متوقعين. بصوا بقى لو نسيتوا ألف ب ما تنسوش الت، لأن الت دي لو نسيتوا كل اللي هقوله في أبجدية التربية قد تكون دي أخطر كلمة في قاموس التربية كله. وللأسف كمجتمع شرقي احنا لا نؤمن بقيمة التشجيع، نحن نؤمن جدا بقيمة النقد والنقد اللاذع والنقد المدمر. تلاقي طول النهار في البيوت ليه عملت كده، او انت وحش، انت مقصر، انت كذا، يا تهم يا اهانات يا انستراكشنز اللي هي ايه، توجيهات مستمر. الحقيقة لا التهم ولا الإهانات ولا التوجيهات تربي حد. النهاردة أي طفل مامته بتقول له أدخل أوضتك ذاكر تلاقيه بتسم كأنها بتقول بتغني، فطبعا هي تستفز. ليه؟ تسأله يا حبيبي هو أنت مش سامع؟ يقول لك ده أنا ده عادي، ده الوش بتاع كل يوم، يعني ده ما دي ما بتبطلش. مرة ولد جاي بيقول لي يا ابونا ببقى قاعد بذاكر بتقول لي ادخل ذاكر. هي خلاص متعودة على كده. فعلا الاسلوب ده ثبت انه يعني مش مفيد بأي درجة. صحيح توجيه له مكانها ممكن نقولها، بس لا، التشجيع بقى تأثيره رائع جدا، لدرجة النهاردة علماء النفس بيقولوا أنت تصنع ابنك بكلمتك. احفظوا الشعر ده، أنت تصنع ابنك بكلمتك. يعني إيه؟ لو قلت له أنت ذكي هيبقى ذكي، صاروا أنت أمين هيطلع أمين، أنت متميز هيطلع متميز، أنت خادم حلو هيطلع خادم حلو، أنت فاشل هيفشل، انت غبي هيوري لك الغباء بعينه. بجد انت تصنع ابنك بكلمتك. ليه؟ انت اقرب الناس وانت مصدر الحب، انت قيمة كبيرة اردت او لم تريد كأب وام. فلما بتشجع بتقول كلمة هو بيبقى نفسه يرضيك، بيبقى نفسه يحققها، فتلقائيا بيحاول من غير ما يفكر في السبكونشس في اللاوعي بيحاول يوصل للي انت قلته، بيجتهد لوحده انه يثبت لك املك فيه، حلمك فيه، وصفك ليه بيثبته لك. وعشان كده كل كلام النيجاتيف السلبي بقى هدام، انت اصلك طول عمرك مهمل، هيفضل طول عمره مهمل. مش انت قلتها، انت قلت، مش هيحاول يغير في نفسه حاجة بدل انت شايفه كده. انت فاكر نفسك بتنبهه او بتوبخه او بتعدله، ما يتعدلش كده خالص خالص. انت لما تلاقيه مرة كل 100 مرة وضب اوضته قول له يا سلام ايه الشطارة دي، قول اي حاجة كويسة بس خلاص، تعلق هنا لكن ما تعلقش في 99 مرة، لانك لو علقت بيتضايق، ولما بيتضايق مش هيعمل اللي انت نفسك فيه، غالبا بيسوق فيها بالعند او بالاستسلام. التشجيع كمان يا احبائي هو مش مجرد كلمة، لان كمان ما ينفعش تبالغ في التشجيع بطريقة يعني ما يصدقهاش. لما يكون ابنك قصير تقول له ايه ده يا واد انت طولت قوي، ما يعني ما يصدقك، يقول خلاص بيسرح بيا وكلام. لكن لازم تكون حاسب الجملة، وفعلا مفيش مبالغة قوي لكن في حقيقة، في بوادر، في حتة التشجيع كمان. واحد واتنين على فكرة تشجيع، يعني الاستماع الجيد التشجيع والبشاشة تشجيع، بس التشجيع له صور اكتر من كده. لكن جزء من تشجيعك لولادك انك تسمع لهم وانت مبتسم، ده لوحده تشجيع. تشجيع على الكلام، تشجيع على النجاح، تشجيع على كل حاجة. مع التشجيع
دايما تحط قدام ابنك ترمي له الكورة كده بأنه تحط الحلم قصاده، بتصدر له حلم. انت على فكرة ممكن في يوم من الأيام تخترع اختراع، صدقوني الكلمة دي ممكن تفضل طول عمرها في دماغه عاوز يعملها، مع انه هو طفل عادي، بس انت حطيت له حلم، حلم مغري. انت ممكن تبقى يعني أثناسيوس الرسولي، انت ممكن تبقى حاجة من النوع ده. ده كلام تشجيع، لكن مع التشجيع انت حطيت قدامه حلم جميل يعيش عشانه. لكن حسبه مثلا من التشجيع بتاع الدنيا، انت بكرة تبقى مليونير، اوكي انت حكمت عليه يعيش يعمل فلوس، حطيتها في دماغ، ركبتها تركيب، لما حطيت ان ده حلمك هاخده واتقمصه ويعيش عشانه، بس انت اذيته روحيا لانه خسارة يعيش حياته عشان يعمل فلوس. طبعا التشجيع كمان يجي بانك انت تشاركه نجاحاته مهما كانت صغيرة. بمعنى لما طفل يرسم رسمة حلوة، في فرق، في امهتين يعني، ماما وماما، ماما تقول له ايه القرف ده، حتى لو عنده استعداد يرسم خلاص، وحتى لو عنده استعداد يبقى اركيتكت مثلا ولا حاجة في الهندسة، لا 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 خلاص، هو فقد الامل انه يطلع مهندس او رسام او اي حاجة، كلمة واحدة وهو صغير نهت على ده كله. الام الواعية، انا دخلت مرة بيت في مصر وبرضه بيت تاني في امريكا، ولقيت الاتنين عاملين نفس الحركة. كان عندهم طفل في سن 5 6 سنين، لقيت اغلب البيت ورق على الحيطة مرسوم، طبعا انا في نظري شخبط، بس ما بقولش، انا برضو عارف اشجع شوية، بس الاب والام مرة هنا ومرة هنا عملوا حركة جريئة. اول حاجة فرجوني عليها في البيت، تعالى يا بونا نفرجك فلان بيرسم حلو ازاي قدامه. طبعا تصوروا هذا الطفل المفعوص اللي ابونا جاي يزور البيت، اول حاجة بيفرجوها له في البيت الرسم بتاع الافندي، ده حاجة، ده يعني هينفجر من الثقة بالنفس، لأنه هيبقى طبعا فرحان جدا وعاوز يتعلم يرسم أحسن. ما تخافوش على أولادكم، من مش هيقعوا في كبرياء ولا حاجة، بس ادوهم شوية تشجيع. فإذا المشاركة برضو، دايما أحكي القصة دي، ليا صديق في كندا فقال لي معلش مش هلحق أقعد معاك الفترة دي لأني طالع سفرية كده، وانا عارف ان شغله جامد قوي، فقلت له شغل يعني؟ قال لي لا، اصل بنتي عندها ماتش في البلد اللي جنبنا وانا رايح اسقف. قال لي سقف، فانا الحقيقة معجب بيه جدا، مع انه بيشتغل جامد قوي ومركزه كبير قوي، واخد اجازة يوم من شغله عشان بنته عندها ماتش، فهو رايح يقعد في الجماهير يسقف. دي بالنسبة للبنت حاجة كبيرة قوي، مش ممكن هتحب ولد أي كلام، البنت دي مش ممكن هتقع في أي كلام، لأن أبوها اللي شجعها خلاص إداها قيمة كده في حياتها، ومش ممكن هتتجوز من غير رضا حتى لو في كندا. لا خلاص وضحت فكرة قيمة التشجيع. ما يفرقش معاه على فكرة الماتش يكسب ولا ما يكسبش، هو نفسه مش فارق معاه، بس مش هيقول لها كده، لكن هو وجوده عشان يشجعه انه فضي نفسه، لا دي كبيرة قوي ومش هتتنسي وهي كبيرة. واضحة؟ يبقى التشجيع مش مجرد جملة، لا الجملة ليها دور. التشجيع كمان بيبان وانت بتتكلم عن ولادك، يعني بتعرفهم لحد او بتتكلم عنه، وانت بتقدم اولادك بيبان في لغتك، هل انت فخور بيهم ولا انت مكسوف منهم؟ يا ويله يا غلبه الطفل اللي يحس في يوم ان ابوه خجلان منه او مكسوف منه، ده دمر كل حاجة جواه. لا، وفي اباء وامهات حكمة جدا، يبتدي يقول ابني ده بقى شاطر قوي في الرياضة، ابني ده دي مش عارف ايه، لا ده سيبكم منه، ده بقى ده ضايع. ده بيعرف العيلة او الاصدقاء وقدام الولد، وبيعمل المقارنة دي، حاجة يعني محطمة تماما
بيحصل الكلام ده على فكرة، ده بيحصل وبيحصل مش قليل. وبعدين يعملوا فان بقى، يتريقوا ويشاركوا الكبار في التريقة على المتخلف ده أو في رأيهم يعني. طب انتم منتظرين يطلع منه ايه؟ يعني ما أصعب على نفسية طفل ان اللي بيسخر منه أبوه اللي كان المفروض يفتخر بيه أو أمه. قاسية جدا. أنا بقول حاجة وبقول عكسها، مصاد التشجيع السخرية أو الإهانة أو إنك تتكلم عن ضعفاته. إزاي تعمل كده في ابنك؟ إزاي تصغره كده قدام الناس؟ التشجيع كمان يجمع نقطة الاحترام. بمعنى إيه؟ ابنك لو رحت سألته في حاجة بجد، ده مشجع جدا ليه. ودي أصبحت بتتعمل من غير قصدكم الحمد لله، لأن العيال بتفهم في الموبايل والكمبيوتر أكتر منكم. فدي ربنا الظهر عملها كده قصد عشان يلحق ينقذ آلاف من الشباب اللي بيتدمروا. فتلاقي كل واحد موبايله يبوظ، ولا الايباد ولا الايبود ولا الواتيفر، مش فاهم حاجه طبعا، فيديه لابنه في اعدادي ولا في ثانوي يقول له شوف يا ابني الحكايه ايه. دي فيها تشجيع على فكره، وان كنت انت ما قصدتش طبعا، انما فيها تشجيع. ليه؟ لان هو حس ابويا محتاجني. خلي بالكم، ابويا محتاجني، ابويا مش عارف يعملها بس انا اعرف. عارفين نفس مدخل المسيح مع السامريه، اعطيني لاشرب. مين اللي محتاج دلوقتي؟ المسيح، والسامرية هي اللي عندها المية. فاهمين الفكرة؟ طبعا نفسيتها عليت جدا بطلب واحد بكلمتين. ليه؟ لأن المعلم المشهور ده بيطلب منها هي حاجة، هي مش في هو مش في إيده، هو في احتياج. فلما بتعبر عن احتياجك لابنك بأي درجة، ده تشجيع رائع. مع التشجيع كمان الخصوصية. بمعنى ايه؟ يمكن تيجي بقى مع الخه، بس يعني انك لو عندك اكتر من شاب او ابن او كده، تبقى ما بتشجعش بالجملة، لان تشجيع الجملة ما يوصلش قوي. تشجيع الجملة ما يوصلش، لكن تعال يا فلان ساعدني في دي، وانت يا فلان تعال وصلني، او انت يا بنتي انت الوحيدة اللي بتعرفي تعملي ده. الاب والام الفنانين يوزعوا على اولادهم ويدوا كل واحد قيمة خاصة به، اللي بنسميها التميز. التشجيع مرتبط قوي بكلمة التميز. يعني ايه؟ انت حسست ولادك ان كل واحد فيهم مختلف ومتميز، كله محبوب ومحبوب جدا، بس مش كلهم زي بعض. لان لما بيتحبوا بالجملة بتغيظهم، لما بيتحبوا in person، لما يتحبوا شخصيا تفرح. فالتشجيع كمان لازم يبقى شخصي. يعني انا لو قلت لكم انتوا كلكم خدام كويسين، توصل واحد من عشرة، لو جيت لواحد فيكم لوحده وقلت له انا مبسوط قوي بخدمتك، جابت 10 من 10. فاهمين الفرق؟ لانها شخصية. فالتشجيع كمان مش كفاية انك انت تشجع بالجملة، ليها تأثير، لكن التشجيع الشخصي له تأثير مضاعف جدا. من التشجيع كمان انك تكبر ولادك وتديهم مسؤوليات. يعني المسيح كان مشجع جدا لتلاميذه، بدري قوي اداهم مسؤوليات عالية قوي، وزع عليهم القرى ونزلهم القرى ومعاهم سلطان يخرجوا شياطين ويعملوا معجزات. فرجعوا طبعا متشجعين جدا وعجبهم الشغل قوي. فاذا التشجيع كمان مجرد انك تدي للواحد مسؤوليه، ده شيء مشجع. بينما لما يفضل متفرج، ده غير مشجع. اشراكه في اي مسؤوليه دي لسه هتدخل في موضوع الثقه كمان، لكن ده شيء مشجع قوي. التشجيع ما يمنعش انك تذكر شيء ناقص، بس خلي بالكم التشجيع لابد ان يسبق العتاب. ودي بقى مدرسة رؤية 2 و3، عندي لك ثم عندي عليك. أو الأولانية بيقولها أنا عارف
ويحط بقى يحط رصة. لا مش دايما أعمالك، أنا عارف أعمالك، أنا عارف خدمتك، أنا عارف تعبك، أنا عارف أنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، أنا عارف. فبيقول لك أنا عارف، ويحط positives، حاجات كبيرة حلوة. وبعدين بعدها يجي عندي عليك، عمرها ما تضر، لو بدأت بعندي عليك تضر، معناها ان انت ما فيكش حاجة عدلة. التانية ما تضرش ليه؟ انت فيك كل ده حلو، بس خلاص وماله، هقبل بس ان انا اشيلها عشان يبقى كله حلو. فهمتوا غلطتنا؟ احنا دايما ننط على بس، يعني نقفز. انا عارف انك توريكو، يعني تسترجع الحاجة الكويسة اللي عملها. ابنك جاب نمرة وحشة، أول كلمة تقولها له أنا عارف إنك ذاكرت، أو أنا عارف إنك ذكي، أنا عارف إنك ممكن تطلع الأول على الفصل، أنا عارف إنك أنت ما بتحبش الغش، بس الأسبوع ده أنت ما اشتغلتش كفاية. بس أنا عارف الأولانية، ده التشجيع، ده اللي يحميه، ده اللي يأكد له أنا لسه بحبك وبحترمك وشايفك حاجة حلوة وهتنجح، بس مش هقدر أنكر انك انت اتدلعت الاسبوع ده. هيقبلها ومش هتهد في حاجة، مش هتأذيه خالص. لكن ما اصل انت مستهتر، باظت الدنيا، لانك انت نسيت انه حاول، ونسيت انه عادة كويس او متفوق او بيحاول، فانت لغيت ده كله ونطيت بس عن النقطة الناقصة، يبقى انت ما بتشوفش حاجة كويسة فيه. خلاص يبقى انا هحاول ليه بقى، بدل انت ما بتشوفش ولا حاجة كويسة. عموما ربنا يسوع مشجع جدا حتى في تعامله معانا الشخصي. بمعنى ايه؟ ربنا لما انت بتتوب بيفرح بيك، لما بتغلط بيقول لك معلش. طريقة ربنا كده، لما بتغلط ما بيقعدش يمسكها لك، لما بتجاهد بيكبرها لك. الابن الضال لما رجع اتعملت له حفلة، لما غلط ما تعلقتلوش المشانق، ولا جت سيرة الغلط بكلمة، ولا قعدنا نقرره ونفعص فيه ونقول له عملت ايه السنين اللي فاتت، كفاية الغلب اللي شافه. شوف الطريقة قد ايه، منظر الأب وهو بيحضن ابنه وبيتكلم عن الحفلة وجايب له الخاتم، ايه كمية التشجيع دي كلها. وفي موقف هو يعني ما هوش عامل حاجة كويس، ده هو مجرد رجع، بس في تشجيع للتائب جدا. فهنا التشجيع مبدأ في التربية. في نفس الكلام لما نقول مدارس الأحد أو خدمة الشباب، التشجيع مهم جدا، التشجيع مهم جدا. ومن أنجح طرق التشجيع في الشباب إنه يلاقي حاجة يعملها، يلاقي دور. الشباب ما ياكلش بقى من الكلام كتير، يعني لو لقى واحد طول النهار بس بيغني عليه ويمدحه، لا بعد شوية يتضايق. طبعا يفرق معاه التشجيع والاتيتيود والكلام، لكن يفرق معاه بالاكتر في التشجيع انك تحتاجه بجد، وانه يبقى له دور ايجابي، وانك تكبره، وانك تنسب له الفضل والتعب. ده شيء مشجع جدا بقى، دي حاجة بالنسبة له ما ينساهاش طول العمر. انا شخصيا ما انساش ان ابويا انبا موسى وابونا انطونيوس وانا في الجامعة كبروني وزقوني وشجعوني، انا عمري ما هنسى الفضل ده منهم، وادوني مسؤوليات انا كنت اصغر منها، ان انا اوعظ في الكنيسه، ولا ان انا امسك اسره في الجامعه، ولا بس انا ده فارق معايا جدا، لان هم شجعوني وفضلوا ورايا. فاذا ده له تاثير. القديس الكسندروس مع القديس اثناسيوس لما خد شاب صغير، طفل صغير، وتبناه وبقى يتابعه وخده معاه نقي. عارفين يعني ايه ياخد شماس نقي؟ ده دي فيها تشجيع فظيع، دي قعدت بطاركة وسقف، واخد شماس معاك عمره 20 سنة. ايوه وماله. وبعدين ما اجمل منظر هذا الشماس وهو بيقف يتكلم قدام 318 عمة من العالم كله، وابوه في ظهره يقول له اتكلم قول. تشجيع فظيع. يورينا ليه طلع العملاق اثناسيوس ده، لان له اب مشجع جدا. هو انسان في الاخر اثناسيوس، واكيد له ضعفاته كشخص، بس كميه التشجيع اللي شالته عملت منه شخص تاريخي مؤثر جدا في تاريخ الانسانيه كلها بسبب تشجيع ابوه.